كشف الناشط القبطي مجدي تدرس في لقائه مع باسم سام صاحب الفكر الحر، وهي قناة على اليوتيوب، صباح اليوم 6 يوليو 2023 واقعة غريبة وجديدة للأسلمة، حيث ذكر أن سيدة مسيحية بسيطة أرملة وعندها 7 أبناء، أمها مسنة حوالي 80 سنة تقريبا، وبنتها متزوجة وعندها أطفال، وتقريبا في حد عنده فشل كلوي، وزوج الابنة سايبها. وطبعا هذه السيدة ولم يقل اسمها، ولنقل اسمها أم مريم، ترعى هذه الأسرة كلها، وكانت عندها احتياجات معيشية وقست عليها الحياة من الناحية المادية. المهم، هذه السيدة اللي هي أم مريم حاولت التواصل مع أحد الأساقفة، ويبدو أنها لم تفلح، وأقنعها أحد الأشخاص أن تذهب لشيخ الأزهر الشيخ الطيب ليساعدها في الاتصال بهذا الأسقف. وحاولت الالتقاء بالشيخ الأزهر لمدة 6 مرات، نجحت في المرة السادسة، ورحب بها الشيخ الطيب هي وابنتها، واستضافهما ليلتين. ثم فوجئت بعد ذلك بأن ابنتها المتزوجة تتواصل مع أحد الأدمن على صفحة معاذ عليان، والحمد لله إنها كشفت الأمر لأحد الأشخاص المباركين، اللي قال لها إيه بقى؟ قال لها تساير أم عبد الله اللي هي الأدمن بتاعة صفحة معاذ عليان، وتشوف عايزين من بنتها إيه؟ وكشف خلال الحلقة عن تسجيل صوتي بين السيدة المسيحية اللي هي أم مريم وأدمن صفحة معاذ عليان اللي هي أم عبد الله، وفيها حاولت أم عبد الله أن تقنع مريم بقول الشهادتين بأي شكل، وأن ترسل لها صور بطاقات العائلة كلها، وأن تلقن لأمها المسنة الشهادتين بحجة إنها خايفة عليها لو ماتت بدون أن تنطق الشهادتين. ولكن أم مريم طلعت سيدة ناصحة، فوتت عليها الفرصة، قالت لها أما أبقى معاكي في العاشر من رمضان أبقى أقول الشهادتين، ما ينفعش أقولها لوحدي في التليفون. وعللت كده بأن حواليها في القرية اللي هي فيها أو المكان اللي هي فيها ده يعتبر عار إن هي تغير ديانتها، فهي تخاف إن هي تقول الشهادتين وهي لوحدها، وقالت لما تبقى معاها في العاشر من رمضان ساعتها بقى هتبقى في وضع آمن وهتقدر تقول الشهادتين بحرية. المهم، يبدو أن هناك مكان مخصصينه في العاشر من رمضان للحالات اللي بينجحوا في أسلمتها. المهم، خلص التسجيل الصوتي، وختم الأستاذ مجدي تدرس الفيديو بقوله أنه تم الآن تسديد احتياجات أم مريم وأسرتها، ولكن هذا يبين بجلاء أن هناك تربص بالمسيحيين والمسيحيات بالذات كأسد زائر ملتمس من يبتلعهم، وينتهز أي فرصة أو مشكلة أو أي احتياج مادي ليبدأ في محاولة الإغراء بكل السبل. وعلى العموم، السيد المسيح قادر على حفظ شعبه من كل المؤامرات. في مفاجأة للكل، ظهر المستشار أحمد عبد ماهر الأربعاء 5 يوليو 2023 على قناة الفكر الحر، وصرح بعدة تصريحات مثيرة جدا للجدل. فقد سأله مقدم البرنامج باسم سام عن موضوع سالي نسيم، وقال له ربنا بيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهل الأسلمة أو التنصير ضد إرادة الله؟ فأجاب المستشار أحمد عبد ماهر: الله لا يجبرنا على الإيمان، ده ممكن أب بيقتل بنته عشان تبقى مؤمنة بدين معين، لكن ربنا بيقول إيه؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني أعطى الحرية للإنسان أن يعتنق ما يشاء. وفي حديثه استشهد أيضا بكلام السيد المسيح عندما قال: أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم. وقال: هل هذا الكلام فيه عيب؟ بالطبع لا.
يبقى لازم الأسرة المصرية تفكر عشان ما تتعبش الأمن الوطني، تلاقي اللي عايزة تبقى مسلمة لما تروح السجل المدني الورق يتعمل في دقيقة، طب واحدة تانية عايزة تتنصر ما تقدرش. يبقى يا ريت نلغي الدين أصلا من البطاقة عشان نخفف من العنصرية اللي في قلوبنا. وأضاف المستشار أحمد عبد ماهر: لعلمكم المسيحي واليهودي مش كلهم كفر. وقال عدد من الدلائل تثبت رأيه. فسأله مقدم البرنامج باسم سامي: لو ابنك جه ليك وطلب إنه يكون مسيحي، ماذا سيكون موقفك؟ فأجاب: في هذه الحالة يبقى أنا فشلت في توصيل الديانة الإسلامية له بطريقة صحيحة. وضرب مثلا لذلك وقال إن وجود 10 مليون أو 20 مليون مسيحي في مصر ده ليه؟ لأن المسلمين أصلا فشلوا في توصيل رسالة الإسلام الصحيح ليهم. فالمسلمون بيقولوا للمسيحيين: إحنا عندنا قتل المرتد، وقتل تارك الصلاة، وقتل الزناة، وقتل المثليين، وقتل شاتم الرسول حتى وإن تاب. طب خلاص بقى، فالمسيحي بينفر من كل ما فات لأنه عنده دين تاني بيقول له المحبة والسلام و و و أنت كمسلم شوهت أساسا دينك بنفسك بأمور تناقض القرآن. انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ هو شاركونا في التعليقات. في مفاجأة للكل، أعلن باسم سام أنه تواصل مع سالي نسيم شخصيا الثلاثاء 4 يوليو 2023، باسم سام اللي هو صاحب قناة الفكر الحر، وكشف ما دار في اللقاء، كما كشف عن قصة مريم غبور المفزعة وطريقة جديدة للاحتيال يجب على كل أسرة مسيحية أن تأخذ حذرها من مثل هذه الطرق الشيطانية. ولنبدأ بقصة مريم غبور المفزعة وبعدها نسمع ما قالته سالي نسيم لباسم سام، حيث كشف الناشط القبطي مجدي تدرس في لقائه مع باسم سام أن مريم غبور هذه اسمها هند نبيل فرحات ملك مسيحية في الصباح، ومريم غبور بالليل تكون مسلمة، في الصبح مسيحية وبالليل مسلمة. هي أصلا اتولدت مسلمة ومن حوالي 23 سنة أصبحت مسيحية واتعمل لها ورق إنها اتنصرت باسم هند نبيل فرحات ملك، واتجوزت من أسيوط من رجل اسمه أيمن إدوار، ثم توفي أيمن من 3 سنين تقريبا بسبحة صدرية، وخلفت منه 3 أبناء: مارسيلينو 24 سنة، وفيرينا 18 سنة، وهولي 10 سنوات. ثم رجعت للإسلام في 2018 تقريبا، وتزوجت من محامي مسلم شهير يعتبر شغال في برامج الأسلمة. والصورة اللي احنا شايفينها ديت في خطوبة ابنها وجنبها هولي بنتها، والسيدة دي شغالة على الجهتين، ففي الصباح مسيحية ملتزمة وبتروح الكنيسة، وفي الليل تظهر بالنقاب زي ما احنا شايفين كده تدعو للإسلام. وكان عندها كوافير، وكانت المسيحيات بتخش الكوافير ثم تختفي فجأة. المهم حاليا مستوى صرفها عالي جدا، والمشكلة بقى ايه؟ انها اتقدمت لأسرة مسيحية لخطبة ابنها مارسيلينو من ابنة هذه الأسرة اليونانية، أسرة يونانية هي، وخدعت الأسرة وبينت ليهم انها مسيحية ولم تذكر اي شيء على انها رجعت للإسلام. وبادعائها انها مسيحية وذهابها للكنيسة قدرت انها تخدع الكهنة لإصدار شهادة عدم وجود موانع لزواج ابنها مارسيلينو من بنت الأسرة اليونانية دي. والمشكلة دلوقتي إن الابنة اختفت فجأة وأمها اليونانية لا تعرف أي شيء عنها، بل وتم تهديد الأم بالقتل كمان.
فأنا بقول بقى إيه، يجب على كل أسرة مسيحية تقدم بنتها على الزواج أن تتأكد 1000000% من ديانة من يتقدم لها طالبا الزواج بنته، عشان ما يحصلش زي ما حصل لبنت الأسرة اليونانية دي. ده بالنسبة لمريم غبور وقصتها الغريبة. أما سالي نسيم فقد كشف باسم سام صاحب قناة الفكر الحر إنه تواصل معها 4 يوليو 2023، وكان محور المكالمة إنها قالت إنها غير مضغوط عليها وإنها ستطلع تتكلم لما الظروف تسمح. وقال باسم سام ساعتها بنفس اللفظ كده، قال أو بمعنى أصح يعني لما تاخد الموافقة الأمنية عشان نجيب من الآخر. طبعا الكلام ده هو على عهدة باسم سام، لأن هو ما جابش حتى صورتها ولا فيديو ليها بتقول الكلام ده هو، وممكن يكون هو نفسه اتخدع، وممكن أصلا ما تكونش هي سالي نسيم اللي كلمته، يعني ممكن حاجات كتيرة، لأن هو بيتكلم بس إن هي كانت مكالمة بينه وبينها، ما نعرفش إذا كانت حقيقية ولا لأ. على العموم ده مش نهاية المطاف، حتى لو كانت أسلمت في الآخر بترجع للسيد المسيح، والسيد المسيح ما بيسيبش حد يضيع منه أبدا حتى لو مرت سنين وسنين، والأدلة كتير والأمثلة كتير. وتعالوا نشوف بعض من المنشورات اللي سالي نسيم كانت شيرتها على حسابها على الفيسبوك، زي مثلا البوست ده هوت: جربت تخش الكنيسة وهي فاضية ما فيهاش حد خالص؟ عارف بتبقى داخل بتقول كلام كتير جواك، حاسس بتعب وعاوز ترتاح، مجهد تعبان، نفسك مكتوم مش بتتكلم، فجأة تخش الكنيسة تحس إن في حد حضنك، حد قالك مالك، حد قالك اتكلم أنا سامعك، قول كل اللي جواك حتى لو كلام تافه، تلاقي نفسك عرفت تاخد نفسك وتشم ريحة البخور اللي مزروعة جوه الحيطان، وتحس إن كل دكة خارج منها صلاة، والمسبح بقى بيتي ومكان راحتي. معقولة دي في 5 مايو شيرته وبعد كده على طول تعلن إسلامها؟ مش معقول يا جماعة. أيضا في 11 مايو شيرت برضو البوست ده هوت: صباح الخير، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. طبعا احنا عارفين ان اللي بيغير ديانته ده بيبقى متردد سنين مش ايام معدودة. تعالوا نشوف بقى قال ايه ابوها ابو سالي نسيم في مداخلته مع منى رومان. في مفاجأة للكل، كانت هناك مداخلة لوالد سالي نسيم مع الدكتورة منى رومان في برنامج ما وراء الأحداث يوم الاثنين 3 يوليو 2023، والذي خرج عن صمته لأول مرة، اللي هو والد سالي نسيم. سألته الدكتورة منى رومان: قيل أن هناك تشديد من قبل كهنة بالأسرة على سالي نسيم، وهذا أدى إلى نوع من الضغوط التي أحست بها سالي وأدى إلى اختفائها وهربها، فهل فعلا هذه الضغوط كانت حقيقية؟ لأن ده اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة. وهي ليه ما اتجوزتش حتى الآن رغم وصولها ل 31 سنة؟ المهم أن الأب نفى بشدة هذه الأقوال، إن الضغوط دي حقيقية عليها، وقال دي بنتي وأختي. ولما سألته إيه السبب في اللي حصل، فقال إن تقريبا أحد الشبان كان بيزن عليها وبيجرها لكده، لكن أنا معرفوش هو مين بالظبط. وعندما أشارت الدكتورة منى رومان إلى أنه ربما حاول جذبها من ناحية العاطفة والجنس، أجاب الأب إنه بيعرف بنته جيدا ويستبعد هذه الأمور. فسألته: طب هي سالي ما كانتش بتشتكي لك
من أي ضغوط؟ لها لأ، ما اشتكتش ليا من أي حاجة. فسألته هو خالها كاهن؟ قال لأ، هي ليها 3 أخوال تجار، والكاهن هو زوج أختها سارة. سألته طب حضرتك شايف إيه الخطوات اللي المفروض تتعمل عشان سالي ترجع؟ وهل هي حاسة بالصلوات اللي بتقام من أجل رجوعها؟ فقال إحنا عشمانين في ربنا كتير. فسألته طب الأمن الوطني متابعين معاك؟ وهل طلبت مقابلة تانية معاها؟ وما هي تفاصيل لقائك الأول بها؟ فقال أنا كنت أنا وأمها وأختها فقط في اللقاء الأول بعد إعلان إسلامها، وما كانش فيه كهنة معانا، وكنت حاسس إنها مش سالي اللي أنا أعرفها من قبل في الكلام وفي اللهجة، ولكن أنا كنت حاسس إن في تغيير في المخ. فسألته طب الأوراق اللي انتشرت على مواقع التواصل ديت هل هي مزورة ولا صحيحة؟ فأجاب إنه ما يعرفش. فسألته طب أنت عارف مكانها دلوقتي؟ قال لها لأ للأسف أنا معرفش هي فين دلوقتي. وأوضح أن الأمن الوطني هو اللي رتب اللقاء الأول بعد إسلامها، هما اللي اتصلوا بيه قالوا له أستاذ نسيم، قال لهم أيوة، فقالوا له عايزين نعمل لقاء بينك وبين بنتك، وهو اللي اتصل بيه اللي هو الأمن الوطني هو اللي اتصل بوالد سالي ورتب اللقاء. وأوضح إن سالي في اللقاء الأول كانت لابسة حجاب. فسألته هل سالي ما زالت على تواصل معاك؟ فقال إن هي اتوقفت عن التواصل معاه 4 أيام ثم رجعت تتصل بيه. فسألته طب إيه بقى اللي كان فحوى الحوار بينكم؟ فقال هي اتصلت وقالت بس إزيك يا بابا، وأنا حسيت إن هي من كلامها مضغوط عليها فقفلت السكة. ووجه رسالة إلى سالي بآخر اللقاء وقال لها ما تخافيش من حاجة، ارجعي بيتك وأسرتك. وعلقت الدكتورة منى رومان قائلة على العموم من كل الحوادث السابقة احنا بنشوف ان الفتيات المختفيات كلهم بيرجعوا، حتى ولو كان ليهم فيديوهات بينطقوا فيها الشهادتين، بتكون البنت متعرضة لضغوط ومش بكامل إرادتها. وشكرت والد سالي، وأيضا انتقدت بعض الأقباط اللي بيقولوا معلومات مش مظبوطة، زي اللي بيقول إن سالي رجعت وهي حتى الآن يوم 3/4/7/2023 لسه ما رجعتش. وأيضا انتقدت بعض المسلمين اللي ملهمش في الموضوع أصلا، وبيبقى فيه إهانات وتعدي على الدين المسيحي وعلى موضوع سالي. المهم، ومن ناحية أخرى نشر الناشط القبطي نادر شكري الصورة ديت، ومكتوب فيها أن وقفات صلاة بكنائس كومومبو من أجل عودة سالي نسيم وصرخات كيرياليسون هاشتاج سيستجيب. ربنا يصلح الأمور وترجع سالي لأسرتها. ومن ناحية أخرى كشفت سارة نسيم شقيقة الدكتورة سالي نسيم المختفية من محافظة أسوان منذ شهر مايو الماضي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفاء شقيقتها وانقطاع أخبارها. وقالت سارة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ما وراء الأحداث مع الإعلامية منى رومان المذاع على فضائية الكارما، قالت سالي قالت إن هي مسافرة يوم 20 مايو للقاهرة، وكانت على اتصال دائم بكل الأسرة، وكانت تتحدث بشكل طبيعي لغاية يوم 19 يونيو اتصلت بوالدي وأخبرته إنها غيرت ديانتها، وأكدت إن سالي لا يمكن أن تغير ديانتها وهذا الأمر لا يخرج من سالي تحديدا، مؤكدة أنه لا توجد أي بوادر لذلك ولم تتحدث في هذا الأمر معنا من قبل. وكذبت شقيقة سالي ادعاءات باسم سليمان بأنه كان على تواصل مع أسرة سالي منذ عام،
مؤكدة أن سالي كانت تكتب آيات من الكتاب المقدس بشكل دائم على صفحتها على الفيسبوك. وأشارت سارة نسيم اللي هي شقيقة سالي بأن أسرتها قامت بتحرير محضر في الشرطة، وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات لعودة شقيقتها. ومن ناحية أخرى، تقدم المستشار نجيب جبرائيل بأول بلاغ للنائب العام ضد باسم صبحي سليمان، يتهم فيه بازدراء الدين المسيحي والتحريض على الفتنة وتقويض السلام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية.